مرحبا برج الميزان، أهلا فيكم في قراءتكم العامة. برج الميزان، أول جانب عندنا هو جانب الوظيفة والمشاريع، الجانب العملي من حياتك. عندنا كرت العالم، الخماسيين، وأربعة الأكواب. دخول لشخص مفاجئ، قدوم زائر من البعيد، ممكن يكون من دولة مختلفة، ممكن يكون الشخص يدخل في حياتك بشكل مفاجئ ويكون في يده، شوف في يده هذا الملاك، في يده مثل الغصنين أو الصولجانين، بما معنى أن هذا الشخص راح يأتي في حياتك ويعرض عليك الكثير من الأفكار والمشاريع اللي أنت تقدر تطبقها. راح تنفذ المشروعين، الاقتراحين، عنده في يده اقتراحين راح تنفذهم وتكون مشغول بتنفيذهم، يدك ممتلئة خلال الفترة القادمة. هذا الشخص يأتي بنوايا طيبة، قدومه حسن، مثل ما احنا نقول قدمه خير ماديا عليك في حياتك، وجوده بركة. ممكن يكون حتى شخص أتنك من بعد سفر هو اللي أتاك في طريقك هاي الفترة. عندنا أربعة الأكواب، راح تضطر أنك تبعد أو ترفض عروض أخرى بسبب قدوم هذا الشخص، وأنك مشغول بتنفيذ المشاريع معه في الفترة القادمة على الأقل لشهر 7. خلنا نشوف الجانب المالي اللي هو دائما يكون مرتبط بالجانب العملي من حياتك. عندنا الكوب الصغير، 9 الأغصان، و10 الأكواب. هذا الجانب مرتبط أيضا بالجانب العملي، راح أقول لك شلون. أول نصيحة لك خلال هذا الشهر أن أنت ما تغير كثيرا من أسلوبك في الصرف ومن ميزانيتك اللي أنت بالعادة متعود عليها. حاول أنك ما تدخل مصاريف زيادة خلال هذا الشهر إلا لما تكون مضطر، إلا لما تكون شيء لابد منه، شيء من الأساسيات. ولكن أي شيء من الكماليات تستطيع أنك تستغني عنه، حاول قد ما تقدر أن تحط ميزانيتك ضمن الحدود اللي أنت دائما متعود عليها. مو هذا الكرت يطلب منك عكس المرونة في وضع أو في صرف أمورك، في صرف الأموال. يقول لك هنا لا تستعجل، لا تعتبر أن أنت أي شيء، أي مصروف، أي شيء يخترب، أي شيء تقع عينك عليه لازم تشتري خلال هذا الشهر. العكس، احذر وكن حريصا في صرف أموالك. عندنا الكوب الصغير، page of water، بداية ضخمة يأتي بها شخص من جنسية مختلفة أو قادم جديد. هذا كرت العالم، شخص قدومه جديد في حياتك، ممكن من جنسية مختلفة أو كان موجود في مكان مختلف عنك، أنتوا ما كنتوا موجودين في نفس المكان. خلال هذا الشهر تجتمعون، وهو عنده محيط من الأفكار والمشاريع اللي يقدر يفتح عينك عليها. البداية معاه صغيرة، بداية أساسية، بداية كأنما حتى مقترحات اللي يعطيك إياها ما تتطلب الكثير من الأموال، ولكن تتطلب منك الالتزام يا برج الميزان. هذا الشخص لأنه قلت لك قدومه عليك فيه الكثير من الخير والبركة، يفتح وراء 10 الأكواب، اكتمال الأكواب، كل ما تتمنى من أماني. يعني تخيل عندك 10 أكواب، 10 أماني. دائما يقولون المارد اللي يكون موجود داخل المصباح يسمح لنا ب3 أمنيات، هني عندك 10 في التارو، أعلى رقم هو 10. عن طريق كأنما يقول لك هني عن طريق هذا العرض الصغير، أوكي، حتى لو هذا الشهر أموالك راح تكون شوية، كون حريص فيها، أو لا تكون كريم كثيرا، لا تكون منفتح على الصرف، ولكن كأنما استثمر أموالك مع هذا الشخص في فرص جديدة ممكن تنمي. هني في نمو عندك للأموال، تضخم في الأموال، تكاثر للأموال عن طريق إذا أخذت هاي الفرصة وطبقتها. مطلوب منك طاقة الخماسيين. أوكي عزيزي برج الميزان، هذه هي النصيحة لك، فرصة جميلة. عشان دائما أشوف في التعليقات الناس يقولوا لي والله ما عندنا لا أموال، لا أكل، لا شيء، ولا حتى شريك. هذه الطاقة أنت اللي قاعد تمنع الخير أن يأتيك. الخير آتي في الطريق، ولكن يتطلب منك طاقتين، السعي، والشيء الثاني أن أنت تؤمن أن الخير آتنك في الطريق. ما يتطلب منك اليأس، أنت كأنما قاعد هني تقف عائقا في وجه
النمو اللي قادم في حياتك. اللي بعده في الدراسة يا برج الميزان عندنا كرت النجمة، 10 الأغصان، وأيضا الغصن الصغير. عندك كذا طاقة بيج أو الطاقات الصغيرة، في بدايات كثيرة أو بدايات ضخمة تبتدي توها تدخل في حياتك في شهر 7. دائما احنا ننتظر البدايات الجديدة في حياتنا شهر 1، نعتبرنا أول شهر في السنة، ولكن كأنما أنت لما أقول لك هنا رقم 7، 1+7، رقم 7 أيضا يتكرر عندك. البدايات الجديدة أنت يا برج الميزان توها انفلاق البذرة عندك راح تكون من بداية شهر 7. انزل النجمة، التفوق اللي تبحث عنه، أمنيتك في الدراسة هي قاعدة تطلبك، كأنما في نداء لك هني، نداء لازم أنت تلبي. ليش أقولك لازم أنت تلبي؟ محتاج منك السعي والعمل. لما تقول لي والله أنا خاطري أتخرج، أنا أحلم إني أتخرج، أنا أحلم إني عقب ما أتخرج أحصل على منصب، هني ترى يقولك كل اللي قاعد تسويه الحين من جهود تزرعها هي اللي راح تأدبك لطريقك تحقيق الأمنية، مو شيء ثاني، مو طاقة التمني. أيضا النجمة تنصحك إن أنت ما تضل في طاقة الأحلام والتمني، لازم تطلع من هاي الطاقة وتدخل في طاقة التنفيذ. هذه هي الرسالة لك. وراها بيج أوف فاير، في شخص ثاني في محيطك الدراسي، أشخاص ثانيين حتى مو شخص واحد، مستعدين أن يأخذون. أشوف هني برج الميزان أنت متميز ومتفوق دراسيا أو على وشك أن تتميز. في أشخاص إذا أنت وقعت، إذا أنت ما حصلت النتائج المطلوبة، مستعدين أن يأخذون مكانك، ممكن يكون الشخص اللي بعدك اللي يأتي بعدك في النتائج، إنزين يبون يأخذون مكانك وعينهم على مكانك، مكانتك. مثلا أنت الأول على الدفعة، أنت عندك أعلى عدد، أعلى معدل، هاي النوع من الطاقة مكانك يتمنونه. فاحذر من يعني لا هني الطاقة تقول لك لا تقعد تقول، لا تقلل من قيمة المكان اللي وصلت له في الدراسة وما تهتم فيه، ما تظل تتعب عشان تحافظ عليه. مجرد انك مثلا حصلت على امنيتك مو معناته انه ما راح يتطلب منك الكثير من المثابرة والعمل والاجتهاد عشان تظل تحافظ عليه، لان في اشخاص ثانيين ينتظرون هاي المكان اللي انت وصلت له. جانب الهجرة، 6 الخماسيات، 7 السيوف، والسيفين. هاي الكرت يقول لك 6 الخماسيات، ابتدي يا برج الميزان ورتب أوضاعك، رتب ظروفك، رتب حياتك حتى، لأن الموافقة آتية للهجرة أو على الأقل للسفر في الفترة القادمة. قادمة في الطريق، لازم بس أنت تبتدي خلاص تحط في عقلك أن أمنيتي قادمة في الطريق وتبتدي ترتب أمورك. ولكن أثناء ترتيبك لأمورك لا تفصح عن هذا الشيء لجميع اللي هم حولك، لكن للناس تدري أن برج الميزان فلان قاعد يرتب أوضاعه عشان يسافر، استعينوا على أموركم بالكتمان. هذه الطاقة. وأشوف أيضا الشيء الوحيد اللي راح يمنعك، الشيء اللي قاعد يمنعك نفسيا أن أنت تحصل على مرادك بخصوص الهجرة، أنت قاعد تفكر في الأشخاص اللي راح تضطر تودعهم أو تتركهم ورائك لما تذهب إلى الدولة الجديدة. لازم أنت تتعامل نفسيا مع هاي الموضوع، تدرك أن الطريق إلى النجاح يضطر منك أن تقدم أشياء في له ثمن، وإن كان افتراق مؤقت عمن تحب. كان ما أشوف هني برج الميزان، إذا عندك شخص يريد أن تأخذه معك إلى ذلك البلد ما راح تقدر، راح يكون فقط شخص واحد هو اللي يقدر يروح. الصحة، عندنا 4 الأغصان، ووراها كارت التمبرنس، كارت برج القوس. احذر في هذا الشهر ان انت هني الوقفة والحمل اللي تشيله، طريقة حتى شلون ترفع الأشياء الثقيلة. لأنه ما قاعد أشوف هني برج الميزان ما يحاسب، ما يفكر شلون يشيل الشيء بطريقة ما تأذي ظهره. عندك الظهر هو اللي لازم تحاسب منه هذا الشهر، الانتصاب
لازم وقفتك، ما يقولون لك في وقفة صحيحة، في طريقة صحيحة عشان تحمل الأشياء. هذا اللي أتكلم عنه. والجاجمنت، إذا عندك أي شيء يألمك في تورم، الجاجمنت هنا إذا تلاحظ هذا الشخص كأنه ما يفرق على جسمه، نوع من المرهم، نوع من المسكن، نوع من الفيكس. هذا بالضبط اللي تحتاجه خلال هذا الشهر. لازم تراعي صحتك، لازم حتى لو تقول لي مضطر اني اسوي الكثير من الاشغال، ناس وايد يعتمدون علي، ولكن سوى بطريقة صحية ما تأذي عمودك الفقري. انزين، خلينا نشوف جانب القانوني. اذا عندك اي امور حاليا في النظام القضائي او في المحكمة، الكوب الاول تخرج من الموضوع، انت اللي ناجح، انت اللي ربحت، تربح القضية. كرت العربة، كرت برج السرطان، ما ادري ليش احس هني ان الكثير، لان وراها ايضا خمس الخماسيات، الكثير من الاموال، كأنه ما في قضية كانت ضدك، ولكن الكثير من الاموال راح تحصدها من هاي القضية، من هاي المسألة. هذه شغلة. الشغلة الثانية، في أشخاص هني هم اللي راح يدفعون لك. أشوف هني برج الميزان أشخاص يدفعون لك ثمن غلطتهم، ثمن تقصيرهم، ثمن عدم درايتهم وفهمهم للعقود والاتفاقية اللي بينكم. أشوفك على طول تأخذ هاي الأموال وتبتعد عشان كأنما تسافر فيها. أشوفك هني ذاهب للاستمتاع، تأخذ الأموال تربح القضية. إذا كانت مثلا قضية حضانة، على طول تأخذ أولادك وتذهبون للاستمتاع أو الاستجمام. إذا كانت مجرد أموال وأنت أعزب، على طول تأخذ الأموال. عندك وجهة هني، أشوف عندك وجهة، حاط في بالك هاي الأموال إذا أتتني بحطها في كذا وكذا. أموال كانت يمكن متعلقة، شخص يدين لك بها، طول الموضوع في المحكمة وفقدت الأمل ويأست إنه ما راح ترجع لك فلوسك. إن شاء الله النصر قادم. القراءة العاطفية العامة حين بسويها بأسلوب الشعر، راح أحاول أطبقها على جميع أوضاعكم. أنتوا بعد اخذوا الطاقة وطبقوها على وضعكم، سواء كنتم منفصلين، مرتبطين أو عزاب. القراءة العاطفية التفصيلية بعدين إن شاء الله راح تكون خلال شهر 7. انزل الغزل اللي طلع لك يا برج الميزان هو هذا الغزل، غزل 115 أو 115. راح اقرا لك اياه واقول لك معناه وتفسيره، واذا في اي رسائل اخرى مبطنه انت تحس ان بس انت اللي تفهمها مرسله اليك، خذها من القراءه. اول بيت يقول لك: يعيب علي الفضول عربدة العشق وخلاعة القلب، ويعترض بذلك على سر من اسرار علم الغيب. في شخص اختارك من بعيد، يمكن انت ما تدري عنه، نظر اليك واختارك بينه وبين نفسه، انت ما تدري، ولكن هذا الشخص دائما يسولف عنك مع قرين له. قاعد اشوف هنيك انه ما في قرين، في شخص جالب يثق فيه، جالس جنبه دائما يسولف عنه، شوف فلان، انا حاط عيني على فلان. هؤلاء الاشخاص اثنين هم يدرون، انت اللي ما تدري. هذاك الشخص يعيب على الشريك مالك، يعيب عليه، ينتقد اختياره لك انت، ينتقد اختياره، يقول ليش اخترت هذا الشخص من برج الميزان، في افضل منه، ايش معنى هذا الشخص؟ ليش هني عندنا يقول سر من اسرار علم الغيب؟ انجذاب هذا الشخص لك ما يفسر بسبب الاشياء الماديه الجسديه، بسبب شكلك، بسبب طولك، بسبب الماده اللي عندك، لا، في شيء من اسرار علم الغيب، انجذاب بدون حتى مبرر، انجذاب الارواح. وهذا الشخص عنده قرين قاعد يعيب عليه. فانظر فليس كمال سر المحبة هو النقص في الذنوب، ولكن حيثما استقر من لا فضل له فلا ينظر إلا إلى العيوب. شوف بقول لك شغلة، برج الميزان هذه حكمة مو فقط في الحب، في الحياة بشكل عام. لما الإنسان يكون من داخله جميل، حتى لو الشيء اللي أمامي قبيح أو الشيء اللي أمامي مو عاجبني، ما أتفق وياه، أرحل بسلام، لأن أنا من داخلي جميل، من داخلي أنا سلام، من أسماء الله الحسنى السلام. ما أتفق معه، أرحل عنه بهدوء. لما تشوف الشخص يسوي ضوضاء، ينتقدك ويسبك، يطلعك من الإسلام، مثل التعليقات شوي اللي نشوفها عندنا،
وأضطر أني أمسحها عشان ما تضر المتابعين وتأثر على نفسيتهم. يطلعونك من الإسلام، يدخلونك في الإسلام، ينتقدونك، ينتقدون طريقة قراءتك، ينتقدون موهبتك، يسوون نفسهم أفهم منك. هذا شيء من أسرار علم الغيب. ليش أنا الله سبحانه وتعالى يعطيني قبول في أمور، يعطيني نجاح في أمور؟ ليش شخص معين ينجذب لك أنت، يختارك حتى لو كان في أجمل منك، لو كان في أفضل منك؟ هذه أسرار علم الغيب، أسرار الروح احنا ما نقدر نكتشفها، ولكن اللي تقدر تتأكد منه يا برج الميزان هي هاي الحكمة. لأن هذا الشخص اللي ينتقدك لا فضل له، يقول لك الشاعر لا فضل له، لأن من داخله قبيح، فشي طبيعي لما يأتي بيعطي تعليقه، سواء تعليق على فيديو أو تعليق على اختيار الشريك لك، راح يكون تعليقه على مستوى جمال روحه أو قبحه. كل إنسان يعرض هني مرآة، نشوف فيها داخل روحه عن طريق كلامه، منطوقه، تعامله مع الآخرين، لأنه يكون داخله قبح الزبدة، سواء كان معاي في قناة التارو مع ناس غير، أو حتى في اختيار لشريكة في الحب. انزل شريكك، لكن أشوفه هذا الشخص مو ملتفت له، لأنه ما قاعد ينظر إلى الأسباب الجسدية، الأسباب اللي تخص المادة، الشكل، اللون، تقييمه، يقيمك ميزان الجمال، لا، ما ينتبه له الأمور، ينتبه لك على مستوى الروح. مثل ما يقول لك، أوقات إحنا نقول ليش فلان جميل ولكن اختار فلانة، مثلا فلانة مو جميلة، فدائما المجتمع يردد أمثال مثل الغير جميلات حظهم أفضل. لا، هذا شيء في علم الغيب، هذا رزق. وهاك عبير ذكي يفوح من عطر الحورة في الفراديس. شنو قلت لك؟ جمال الروح. هذا الشخص اختارك على روحك، حس فيك بالروح، حس ان انت قريب منه، ان انت توأم روح، لانها تعطر حبيب ردائها بتراب حانتنا النفيس. شوف، الانسان كل ما كان قريب من الله سبحانه وتعالى، الله يعطيه قبول في قلوب الاخرين. هذا الشخص اختارك لان حس بداخل قلبه شيء تجاهك، او سيختارك اذا انت لحد الآن ما تشوف شخص بهالمواصفات دخل حياتك. يقول لك، وغمزات الساقي تنهال على طريق الإسلام، فلا يستطيع صهيب أن يتجنب الصهباء وكأس المدى. من هو صهيب؟ هني في تفسير، من هو صهيب؟ صهيب أحد الصحابة. في هني يقول لك، في أمور أنت والشريك، أنت وهذا الشخص تقدرون تتجاهلونها، في نقد تستطيع تتجاهله، ولكن في كل إنسان لحد معين، صح؟ في مستوى لحد ما يصير الكلام جدا لاذع، الكلام جدا، المحاولات، الكثير من المحاولات، محاولات واضحة للتفريق، للتخريب. يعني في فرق لما ينتقدك يقول لك أنا ما أحس في توافق بينك وبين فلان، وفي فرق لما يقول هذا الإنسان ويسبه بس لأنه اختارك، لأنه هو إنسان قبيح من الداخل، ما يستطيع يشوف الجمال في الآخرين. شلون يشوف؟ شلون يشوف أن هذا مثلا أنت مميز عند هذا الشخص؟ ما يقدر يشوف، يقعد يقول هاي مسوي له سحر، برج الميزان مسوي لهذا الشخص سحر. فهمت قصدي؟ أقول لك، وقبول أهل القبول، سوري، وقبول أهل القلوب هو مفتاح السعادة، فلا تجعل الحبيب يا رب في شك وريبة من هذه النكتة اللطيفة المعادة. نكتة لطيفة، العالم، الدنيا تعيش تشوف فيها عجب يا برج الميزان. هاي الأشكال اللي احنا نتكلم عنهم، ما في طريقة ان انت يختفون من حياتك. كل ما تقبلت انهم موجودين، لما يطلعون لك تضطر انك تتعامل معاهم، لما يطلعون لك تضطر انك تحس فيهم، تشوف نقدهم، تشوف محاولاتهم للتخريب. كل ما تتقبل، كل ما طلعت حتى من الشك والريبة، الخوف، دائما تنظر وراء ظهرك تقول في أحد يحاول يطعني. القبول، تسليم أمرنا لله سبحانه وتعالى، وأن نؤمن، الخطوة الثانية من عقب ما نسلم أمرنا لله سبحانه وتعالى، نؤمن أن اللي يقول كلمة قبيحة في حقي أو في حقك، مو أنا وأنت اللي ناخذ الحق، الله سبحانه وتعالى. والله إحنا نقول ما يضرب بعصا، في شيء اسمه كارما، في شيء اسمه حوبة. كل اللي يقول كلام في غير محله، تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، تفوض أمرك لله. يقول لك،
وراعي الوادي الأيمن. من هو؟ موسى عليه السلام. الوادي الأيمن، قصة موسى. وراعي الوادي الأيمن يصل إلى مراده بعدما يقوم على خدمة شعيب جملة سنوات بفؤاد. الموضوع اللي بينك وبين هذا الشخص، أحس من وقت اللي ينظر لك نظرات من بعيد ويختارك، ومر بفترة الانتقاد من هذا الشخص إلى فترة إلى ما يصير التقاء وزواج ارتباط بينكم بعد سنوات. ترى هني الفال صريح وياك، مو بين يوم وليلة تستيقظ حباني وخطبني ووافقوا الأهل، لا، بعد سنوات بفؤاد. راح تضطر إنك تستنزف قلبك، أوقات تنجرح أوقات تتعب، ولكن تصل إلى مرادك بعدين، تحصل على اللي تريده. وأقصوصة حافظ تجعل الدم يقطر من العيون حينما يتذكر زمان الشباب ووقت المشي. كأنما هني النصيحة الأخيرة لك العاطفية، أن أنت يا عزيزي يا برج الميزان، دائما أقول لكم عيش في الحاضر، لا تفكر وايد في اللي مضى في المستقبل، ولا تفكر سوري في اللي مضى في الماضي وفي الأمور اللي قادمة في المستقبل. خلك في الحاضر، الحاضر هو التوازن اللي تحتاجه. هذه الشغلة. الشغلة الثانية، كأنما هني فيها نصيحة خفية، أن أنت لا تحاول أن تتحكم بالأشياء اللي ما تقدر تتحكم فيها. ما نقدر نتحكم بانتقادات الآخرين، ما نقدر نتحكم بمحاولات الآخرين للتخريب، للحسد، للسحر، ما نقدر. ولكن اللي نقدر نتحكم فيه إيماننا بالله سبحانه وتعالى، تفويض أمرنا إلى الله. فهمتوا قصدي؟ الموضوع اللي بينك وبين هذا الشخص موضوع يختص حتى بالروح، مو فقط بالحب السطحي. وعشان يصير في اجتماع طريق بينك وبينه جملة سنوات، رح يأخذ وقت، مو بين يوم وليلة موضوعكم، ولكن لما يصير يكون فعلا مثل ما هي مكتوب مفتاح للسعادة. عزيزي برج الميزان، هذه كانت قراءة